طيب دكتور أسامة دنورة في العاصمة دمشق، ما هي الأهداف الكبيرة وراء زيارة وزير الخارجية السوري المقداد إلى العاصمة بغداد؟ طبعا بعد التحية لكم ولضيفكم الكريم والمشاهدين جميعا، بكل تأكيد العلاقات السورية العراقية عندما نتحدث عن ما صدر رسميا دفع هذه العلاقات إلى الأمام، فهناك العديد من نقاط الاهتمام والمحاور التي يمكن العمل عليها في هذا الإطار. يعني طبعا كما تفضل الضيف الكريم، التنسيق الأمني والاستراتيجي هو أحد أهم هذه الملفات الحقيقة، ما يتعلق أيضا بموضوع المياه والحرب التي شنت على سوريا والعراق، هي في جزء من أو في إحدى تجلياتها هي حرب مياه يعني موجهة ضد الدولتين. والحقيقة أيضا التشبيك الاقتصادي هو عامل هام جدا في هذه العلاقات. يعني اليوم هناك في العراق مشروع مهم جدا وواعد، هو مشروع طريق التنمية. أعتقد أن سوريا مهتمة، وهي إحدى البلدان الشريكة في هذا المشروع، مهتمة بأن تكون يعني عنصر أساسي وفاعل في هذا المشروع، باعتبار أن موضوع البنى التحتية هو عنصر أساسي ضمن مشروع طريق التنمية. طبعا يعني كان واضحا أن الموقف العراقي مؤيد بقوة لعودة الدولة السورية لجامعة الدول العربية، وكان الموقف العراقي يعني مفتاحي في هذا الإطار. لا ننسى طبعا أن العراق هي الدولة الوحيدة تقريبا التي رفضت تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وبذلت مؤخرا دورا هاما جدا في استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. أضف إلى ذلك إلى يعني هناك ضرورة وتحديات مشتركة الحقيقة متماثلة إلى حد بعيد ما بين سوريا والعراق، يتعلق بعضها بالتركيبة لنقل الديموغرافية والإثنية ما بين الدولتين، وجود تحديات لربما انفصالية أحيانا من قبل بعض القوى الراديكالية والمدعومة من الخارج، أيضا ما يتعلق بوجود قوى احتلال يعني واعتداءات تركية ووجود أمريكي. يعني طبعا فيما يتعلق بالعراق يختلف الموقف داخل الموقف العراقي تجاه هذا الوجود، ولكن فيما يتعلق بسوريا هو بكل تأكيد مضر جدا بالوضع الاقتصادي السوري وهو حالة احتلالية.